ناس كتير بتشوف ان النادي الاهلي هو المصدر الدائم للسعاده، وفي ناس تانية بتشوف ان النادي الاهلي هو السعاده ذات نفسها، وطبعا المشاعر اللي من النوع ده بتتالق قوي لما بنشوف النادي الاهلي هو كمان بدوره بيتالق، ولا سيما لو كانت مشاركته في بطوله بحجم وبثقل كاس العالم للانديه. بيظل النادي الاهلي كالعاده حكايه وبطوله ومصدر دائم للفخر لكل الاهلاويه عبر كل الازمنه. شفنا مع حضراتكم ماتش رائع للنادي الاهلي طبعا امام اتحاد جده، هنتكلم بقى في الفقره دي عن هذا اللقاء وبالتفصيل، وكمان عن استعداداتنا ان شاء الله للقاء القادم مع فلومينينسي. طبعا كلام كتير هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بيك. نورنا. صباح الفل عليك يا استاذ كريم، وصباح الفل عليك يا استاذ نعوان. اهلا وسعداء بوجودك معانا، لان برضو التحليل معاك والقراءه بتبقى مختلفه، وعندنا نقاط كتير عايزين نتكلم فيها، والصحف قالت ايه، والناس اتكلمت ازاي، واللقاءات اللي كانت قبل الماتش، طبعا كل ده مهم جدا. بس اسمح لنا سريعا هنروح دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. هتكون معانا هنا ابو القاسم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره سريعا جدا، وهنرجع نكمل. صباح الخير طبعا عليك يا هنا، وسامعينك اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وهنقل لكم بقى كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. حقيقة هوند إن الويك أند اللي فات كان ويك أند حافل بالانتصارات لجميع الفرق الرياضية المختلفة، وطبعا على رأسهم رجال النادي الأهلي اللي بيفوزوا على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، وبيتأهلوا بقى لنصف نهائي طبعا بطولة كأس العالم للأندية عشان يضربوا موعد مع فريق فلومينينسي برازيلي غدا ان شاء الله الساعه 8. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. كمان بقى خليني اقول لك ان انا كنت متواجده داخل النادي وتابعت المباراه مع الاعضاء، الحقيقه كانت اجواء مميزه جدا، اجواء اهلاويه خالصه، وحابه كمان اقول لك انه كان في ثقه تامه من جميع الاعضاء ان النادي الاهلي هيفوز في المباراه، برغم كل الاحاديث اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا، وطبعا انه كان في كتير من الاحاديث زي ما قلت، لكن الاعضاء كان عندهم ثقه ان رجال النادي الاهلي كالعاده هيكونوا قد التحدي، وفعلا قد كانوا قدروا يفوزوا ويتأهلوا لنصف النهائي. وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى ربنا يكملها على خير ويحققوا انجاز جديد يضاف لانجازات النادي الاهلي. خلونا بقى نروح لاخبار الفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه مع الفريق الاول لكره الطايره الرجال، واللي امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق الترسانه بنتيجه 3-0. المباراه كانت مقامه هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد على صاله الامير عبد الله الفيصل، وقدر رجال الماسترز يفوزوا فوز جديد في بطوله الدوري. زي ما قلت فازوا بنتيجة 3-0. الشوط الأول كان فيه ندية كبيرة، لكن بقى روح النادي الأهلي قدرت تحسم الشوط بنتيجة 30-28 لصالحهم، والشوط الثاني انتهى بنتيجة 25-14، والشوط الثالث والأخير انتهى بنتيجة 25-22 عشان بقى يحققوا انتصار جديد. رجال الماسترز هيواصلوا تدريباتهم النهاردة بدون راحة سلبية، ويبدأوا مباشرة الاستعداد للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون أمام فريق الشمس يوم الثلاثاء القادم، أيضا ضمن منافسات بطولة الدوري، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن سيدات كرة الطايرة فأيضا بيستعدوا بشكل قوي، النهاردة هيختتموا تدريباتهم، هيكون عندهم غدا إن شاء الله مباراة جديدة في مباريات الدوري، هتكون أمام فريق وادي دجلة، هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء، فأيضا طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان خلوني أقول لكم إنه كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أمس كان أعلن إن الاتحاد الأفريقي أعلن إن شاء الله النادي الأهلي هينظم البطولة الأفريقية للرجال وسيدات كرة الطايرة. البطولة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا بنتمنى كل التوفيق، أكيد هتكون فرصة كويسة للرجال وسيدات كرة الطايرة، لأن طبعا الفوز بهذه البطولة بيأهلهم مباشرة لكأس العالم للأندية، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى للعبة كرة السلة، والحقيقة أن سيدات كرة السلة حققوا سلسلة من الانتصارات في الويك أند في بطولة منطقة القاهرة، آخرهم كان أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الشمس، أنهوا الكوارتر الأول بنتيجة 31-13، كوارتر الثاني بنتيجة 45-27، كوارتر الثالث بنتيجة 67-37، وكوارتر الرابع والمباراة بنتيجة 83-45 عشان يحققوا انتصار جديد في بطولة منطقة القاهرة. حين هما كمان كان عندهم مباراتين يوم الخميس والجمعة، وأيضا فازوا فيهم يوم الخميس أمام فريق مصر للتأمين ونهوها لصالحهم بنتيجة 71-35، ويوم الجمعة كان أمام فريق هليوبلس وأيضا فازوا فيها بنتيجة 91-98
38، يعني طبعا اداء كبير جدا من سيدات كره السله، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. كمان شباب كره السله 18 سنه قدروا يحققوا فوز امس على فريق مصر للبترول بنتيجه 52-29، وايضا ده كان ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. الحقيقه انه شباب 18 سنه في النادي الاهلي عاملين الحقيقه موسم كبير جدا، يمكن شفناهم في دوري المرتبط قدروا يفوزوا في جميع المباريات، كمان بقى في بطوله منطقه القاهره ماشيين بخطى ثابته جدا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للعبة كره اليد، وطبعا زي ما احنا عارفين انه في فتره توقف دولي لفرق كره اليد بسبب طبعا معسكر منتخبنا الوطني، واللي بيضم الحقيقه عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، يعني 13 لاعب من النادي الاهلي، واكيد ده بيدل على قوه لاعبي النادي الاهلي. خليني افكر حضراتكم كمان باسماء لاعبي الاهلي المنضمين لمنتخبنا الوطني: اللاعب ابراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن طه، عمر كاستالو، احمد سيسه، محسن رمضان، احمد عادل، ياسر سيف، محمد مجدي، احمد خيري، محمد لاشين، وبلال ابراهيم. ده طبعا عشان بقى منتخبنا الوطني ان شاء الله هيشارك في كاس الامم الافريقيه، واللي هتقام في مصر من يوم 19 ل 29 يناير. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد. طبعا منتخبنا الوطني قوي جدا في كره اليد، بيكون في امال كبيره ان شاء الله بقى يحسموا البطوله لصالحهم، بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني هواندو يا كريم، دي كانت ابرز اخبارنا النهارده معاكم. طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه منك رائعه كالعاده، بنشكرك جدا جدا اكيد انا وكريم على هذه التغطيه. هنا شكرا ليكي، بنجدد الترحيب بحضرتك، سعداء بوجودك معانا. وزي ما انت طبعا متوقع عندنا تفاصيل كتير قوي عايزين نتكلم معاك فيها تخص الماتش اللي فات، واللي اصداؤه يعني ابتدت بقى تتوالى يعني خلال الكام ساعه اللي فاتت، حتى بما فيها الاصوات اللي بتطالب باجراء تحقيق، ان يعني ازاي فريق زي النادي الاهلي ما بيصرفش 10% من اللي احنا بنصرفه عشان يجيب نجوم عالميين ويعمل فينا اللي اتعمل ده، ما معناه يعني بصيغه او باخرى، فرؤيتك للواقع ده ايه؟ لا، هو الاهلي طبعا عمل زلزال في كاس عالم الانديه، طبعا دي مش مبالغه، دي حقيقه فعلا، لان النادي الاهلي لو جينا نتكلم على اربع يعني مش عايز اقول مكاسب، ولكن يعني بقدر ما هي يعني نتائج وصلنا لها بعد مباراه اتحاد جده، انت اولا ظهرت شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي اللي الناس كلها اتكلمت وتحدثت خلال المباريات الاخيره، اين شخصيه الاهلي واين قوه النادي الاهلي، والاهلي بيتعادل، الاهلي بيتراجع، الاهلي بيخسر الدوري الافريقي، الاهلي بيخسر بطولتين في اقل من شهر مع كمان اتحاد العاصمه الجزائري في كاس السوبر، اين الاهلي واين شخصيه الاهلي؟ فظهرت شخصيه الاهلي في المواقف الصعبه كالعاده. الاهلي هو كان نجم الشباك في كاس عالم الانديه لانه خلف، مش عايز اقول كافه التوقعات، ولكن معظم التوقعات كان في راي عام واعلام سعودي غير طبيعي. طبعا ما اتحاد جده حقهم، توقعات وامنيات كمان عند طبعا 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 حقهم اولا في السعوديه ان هم يقفوا خلف فريق اتحاد جده، حقهم ان هم يحلموا ان هم يصلوا لنصف نهائي كاس عالم الانديه ومن ثم نهائي كاس عالم الانديه، حقهم بعد الفلوس كتير قوي الملايين صحيح اللي اتدفعت في اللاعبين. عايز اقول لك ان القيمه التسويقيه للاعبي اتحاد جده 3 أضعاف قيمة التسويقية للاعبي نادي الأهلي، وفابينيو طبعا البرازيلي كان متصدر هذه القيمة، فصعب جدا الكفة هنا، صعب قوي أمام النادي الأهلي. ولكن بعبع إفريقيا ظهر، ولكن الأهلي نجح أن هو يظهر شخصيته أمام العالم مش اتحاد جدة فقط طبعا. فده أول مكسب، عودة شخصية الأهلي أمام العالم، مش هقول أمام الجميع بقى ولا أمام الإعلام ولا أمام ولا في الدوري المصري ولا لا 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 خالص، ده أمام العالم، ده رقم واحد. رقم اثنين، مارسيل كولر يا جماعة، هذا المدير الفني اللي واجه كم وسيل من الانتقادات غير طبيعية تماما، كذا مرة قلنا أن كولر مدير فني قوي جدا، كثيرا جدا تحدثنا وقلنا ان كولر بيواجه ظروف صعبه جدا مع النادي الاهلي، عليكم ان تستوعبوها، كثره البطولات، تعاقب المباريات، الاجهاد للاعبين، الاصابات، الصفقات، كلام كثير جدا. الراجل قدر ان هو يظهر شخصيته على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الخططي، ابهر جماهير الاهلاويه وصدم العالم في هذه المباراه لانها كانت مباراه صعبه قوي طبعا. ده تاني شيء. تالت شيء طبعا كان مهم، هي لاعبي النادي الاهلي، اللاعبين دول اتهاجموا الفتره الاخيره بشكل شرس، اللعيبه دول اتهم البعض منه انه خلاص ما يلبسش تيشيرت النادي الاهلي ويرحل عن النادي الاهلي، الكل ظهر بشخصيته، كهربا ظهر، امام عاشور رجع، حسين الشحات ابهر الجميع بهدف عالمي، انه شطب كوره
مين؟ واتقال على حد معين طبعا وخلاص بقى وقصه انتهت واثبت العكس طبعا. وبيرسي تاو اللي انا تحديدا رهنت عليه من ايام ما جابوا موسيماني وقلت ان هو جناح طائر غير طبيعي. طب مش ولاعب راهن على مودست؟ مودست لا لسه اراهن على ايه؟ راجل 180 ثانيه خرج خط طرد يعني اراهن على ايه دلوقتي؟ هو يعمل ايه برضه؟ خلاص راجل اهو ليه والله حظه بس هو الوحش. في ناس حظها وحش بس. طب خلينا ماسكين لسانا طيب. حظ يعني خلينا ماسكين لسانا. ما احنا هنيجي للنقطه دي. هو حظه بقى مش هنسيبها. لا مش هتسيب حاجه. انا جاي وعامل حسابي. انا عامل حسابي الملف ده والاسم ده واكل دماغ كتير بالاهلاويه طبعا لان يعني سيء الحظ. خلي مودست رامينج نتكلم عنه عشان ده حاله خاصه وهنحكي عنها وهنضحك وهنتكلم وكل حاجه. فطبعا وبيرسي تاو افضل لاعب في افريقيا طبعا دلوقتي داخل القاره صحيح. واثبت ذاته بشكل رائع ابداع مع النادي الاهلي. عشان برد بس على كل الناس انت بتتكلم ازاي وبيرسي تاو ايه وصفقه فاشله ولازم يمشي. لا يا جماعه جناح طائر رائع جدا. كثره الاصابات كانت مشكله. عدم تركيزه وتركيز الاعلام عليه كان مشكله بشكل كبير جدا. لكن لما سبت الراجل يلعب ولما الراجل بدا يبتعد عن الاصابات لما توظف بشكل سليم ومحترم داخل الملعب قدر ان هو يوريك امكانياته صحيح. فالاهلي ابدع على مستوى اللاعبين داخل الملعب. بالمناسبه اجي الرابع جزئيه بقى ودي الاهم. الجماهير يا جماعه ايه ده؟ تحس ان انت في استاد القاهره إيه بجد بس ده كان اللي قلنا والله يا. انا ما حسيتش ان انا في السعوديه. ما حسيتش ان انا بلعب مع فريق منافس بلعب على ارضه. لا ده انا مرعب في الملعب ومرعب في المدرجات ومرعب على مستوى الجماهير. وكولر ياما نادى هو ونجوم النادي الاهلي ان احنا نفسنا نشوف الجماهير بهذا الشكل وده اللي حصل. فطبعا ده باختصار اللي حصل في مباراه اتحاد جده واهم النتائج اللي وصلنا له. هنيجي لكل التفاصيل كمان الفنيه بس خلينا نعلق شويه على اللي قلته لان فعلا الموضوع كان مضحك جدا الفتره اللي فاتت بس مضحك بحزن مش مضحك طبعاً. ان انت بتشوف حكم على اللعيبه على كولر تحديدا بالقطعه. يعني راجل مخرجك من موسم رائع جدا طور اللعيبه بشكل كبير جدا روح النادي الاهلي رجعت عمل لك بدل السكواد 2 ما بقاش فيه لاعب اساسي ولاعب بديل كل ده كان موجود ومطروح على الطاوله او على الارض. يجي بعد كده كم مباراه لم توفق فيها فتبتدي الالسنه يا جماعه مشوه يا جماعه كفايه عليه كده يا جماعه اللعيبه. فعلا زي ما كنتوا بتقولوا الموضوع غريب وغير منطقي تماما. يعني انا ما عنديش مشكله في الانتقادات بس يوم ما انتقد انتقد بمنطقيه علشان او بمنطق عشان حتى يبقى فيه يعني حاجه تتفهم من الكلام او من النقد. فحاجه غريبه جدا عليها علامه استفهام ما بتحصلش غير عندنا بالمناسبه ما بنشوفش ده في الخارج النقد اللاذع السريع في الحكم ايه ده صحيح. يعني دي كانت غريبه بس الحلو الكامباك بتاع النادي الاهلي وفي الوقت المناسب. يعني هو ايه لعب مباريات سهله بس ما اداش الشكل المناسب جه بقى في المباراه المهمه لعب انفجر. انا بس قلقانه على اللي جاي مش قلق اللي هو عدم ثقه ولكن قلق في فكره او في نقطه ان انا دلوقتي بعد ما قدمت مباراه قويه جدا المعنويات ارتفعت والثقه زادت هيؤثر على مباراه غدا باذن الله مع بطل امريكا اللاتينيه اللي انا بالمناسبه فزت عليه قبل كده ولا بالعكس هتبقى دفع عشان ابني عليها. دي بقى النقطه الفاصله اللي احنا محتاجين نطمن عليها. لا هو فلومينينسي تقريبا كان قابلنا معاه سنه 61 او 63 اعتقد كانت مباراه وديه هنا على استاد القاهره واتغلبنا 2-1 كان ساعتها محمود الجواري وصلاح سليم. لا احنا فزنا عليه قبل كده وطارق سليم تقريبا. لا ده انت كام 62 ايه ده زمان قوي. لا خش معايا قدام شويه اطلع لقدام شويه خش هتجيبك مش فاكره سنه كام بالظبط بس لا ده ما كانش بعيد. لا لكن احنا لو اتكلمنا على مستوى مباراه بكره ان شاء الله. النادي الاهلي كبير يا جماعه. كبير بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بتعامل مع كل مباراه على حده مع كل بطوله على حده. هو ده الاهلي اللي كان بيلعب في الدوري المصري اول امبارح خالص او مع مدياما. انا ماتش مدياما ده مضايقني خالص مش قادر انساه والله. ولا ماتش انج افريكانز اللي انت تعادلتي فيه 1-1 يعني كسبانه 1-0 وتيجي يا كريم في اخر دقيقه يعني بتتعادل وبتطلع برده انت يعني خلاص والجماهير واقفه في المدرجات. طبعا رصد الاعلام هجوم بعض الجماهير على مارسيل كولر الراجل واقف في الملعب ايه ده ايه يا جماعه اللي بيحصل لي ده؟ انا فجاه كده بقيت اتهاجم من الشكل ده. ده راجل له 5 بطولات يا ابو منين ده راجل له 5 بطولات. النقطه اللي سالتك فيها نهاوند من شويه فعلا تستحق ان احنا نقف عندها لان بقينا بنشوف ان احنا بنحكم وبنقيم بالقطعه. لا انا اقف عند الحته دي لو القطعه عجبتنا بنرفع صاحبها اللي هو طبعا كولر في الحاله دي بالزبط. سابع سما ولو القطعه مش على هوانا بنشكك في جدوى وجوده وبنطالب برحيله. لا هو إيه للاسف احنا عودنا بص الشعب المصري الشقيق اتعود على حاجه حلوه قوي حاجه جميله جدا يعني وبعضه بلاش كله عشان اكيد يعني بعضه طبعا اتعود على ان هو يحاسب
ويحاسب بالقطعه، ده تعودنا والاعلام عودوا على كده، وبعض الانديه وبعض رؤساء الانديه المحدودين عودوا النادي انك انت تتعامل بالقطعه وانك تتعامل بالمباراه وتعامل اللعيب بالمباراه وتعامل المدير الفني وتحاسبه بالمباراه، ممكن تفسخ عقد عشان مباراه، ممكن تجيب مدير فني جديد عشان مباراه، دي مش ثقافه يا جماعه تماما. النادي الاهلي لا يتعامل بمثل هذه الثقافه اللي انا اعتقد ان هي ثقافه يعني اداره ساذجه، إدارة لن تنجح، إدارة ستفشل، وده شفناه على مستوى أندية حتى كبيرة إلى الآن مش هنذكر أسماء، ولكن لما تيجي تبص على ثقافة النادي الأهلي ومشواره وتاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي بيصبر قوي، بيختار بيصبر لحين اختيار مدير فني كفء، ولو شعر بأن هذا الاختيار يعني مش في محله أو مش في مكاني مش في مكانه بيصبر على لعيبة كمان في بعض الأحيان طبعاً. على فكرة صبر على فلافيو قد إيه لحد ما أفضل مهاجم في مصر، صبر على عصام الحضري قد إيه يا جماعة وهو حارس مرمى وأصبح السد العالي، وعلى بيرسي تاو بالمناسبة، وعلى بيرسي تاو كتير جدا، وعلى مودست، وعلى مودس، وعلى حسين الشحات كمان بالمناسبه، لحد ما رجع بقى حسين الشحات واصبح يليق بارتداء تيشيرت النادي الاهلي، ولكن للاسف المحاسبه بالقطعه هنا بقت زياده، الصوت العالي بقى كتير، ان انا لما احب اهاجم عشان يتقال اسمي انا سامح سمير هاجم كولر، سامح سمير هاجم النادي الاهلي، سامح طلع في قناه كذا وقال كذا، ركوب الترند بقى صعب، الهجوم بقى صعب، لكن لما تيجي تتكلم بالورقه والقلم تتكلم بالمنطق، طب بالراحه نتكلم مع بعض، كولر من افضل المديرين الفنيين حاليا في مصر، كولر من افضل المديرين الفنيين اللي جم النادي الاهلي، اللي عايز يطلع ينظرني على الهواء يكلمني ليه؟ هكلمك بالارقام، مدير فني جايب لك العلامه الكامله 5 بطولات في موسم، يا مؤمن في موسم انت طالع منه خسران بطولات، طالع منه عندك كميه لاعبين مصابين، عندك اجهاد، محتاج صفقات كثيره جدا، ما عندكش مهاجم صريح وراس حربه يعني معلم تقدر انك انت تجيب بيه بطولات، انت رايح كاس عالم الانديه السنه دي ما عندكش راس حربه. خلينا منطقيين يا جماعه، مودست رغم انك انت بتحلم وقلنا هنتكلم عنه، ولكن لسه ما عندكش راس حربه، كهربا ما هوش راس حربه صريح، صلاح محسن انت بتجيبه وبتعافر، هل هتقدر مش هتقدر، واستبعدته تماما عن قائمه كاس عالم الانديه، فانت رايح ما عندكش، ولكن بتلعب كره حديثه بتعتمد على الانطلاقات وبتعتمد على التصويبات وبتعتمد على مهارات كهربا وامام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو عشان تقدر انك في الاخر تسجل وتفوز. فاجي في وسط كل هذا الكلام اعاتب على كولر، والراجل بيبتدي موسم طبيعي جدا انك انت بتبتدي سيزون مستواك اقل، بتبتدي لسه بتجمع شتات نفسك، بتلملم اوراقك، لقيت نفسك داخل على الدوري الافريقي وبتلعب صن داونز، ولقيت نفسك داخل على دوري ابطال افريقيا، ولقيت نفسك داخل على كاس عالم الانديه، وتعالى بقى حاسبك يا كولر، لا يا جماعه الحساب مش بالقطعه. هي نقطة لازم نعيد فيها شوية، أعتقد أن يعني الإعلام عليه مسؤولية، لا ورؤساء الأندية وإدارات الأندية يعني عليها مسؤولية. أنت بتتكلم على نقطة في الإعلام يعني أصل دي ما فيهاش يعني ضابط أو رابط خلينا نقول الأسف. لأن إحنا بنسمع حاجات كتيرة جدا بتتقال، وتحديدا بتبقى بتتقال على النادي الأهلي من منابر إعلامية مختلفة، بتبقى الواحد بيسمع أو بيتفرج يقول يعني إيه لازمة الكلام ده وإيه لازمة التحليل الغريب ده. على كل حال بس عشان النقطة حضرتك اتكلمت فيها، إحنا فعلا واجهناهم كانت سنة 61 بس كانت مواجهه فعلا وديه، كان هنا عندنا صح فيعني ده برضو علشان ايه المعلومات لا انا بحب الدقه جدا طبعا، على معلش واحد لازم ولا حد يمسك على اي حاجه برضو تعرف عني كده طب ده حتى الناس تاكل وشك والله هستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام اتفضل. طيب بنعود لحضراتكم من جديد، وخلينا بقى نخش شويه في يعني الفنيات والتفاصيل اللي كانت خاصه بالمباراه، لان برضو في استوديوهات تحليليه طلعت قالت لك الاهلي فاز عشان يعني اتحاد جده ما كانش في افضل الصور بتاعته، رغم ان هو عنده طبعا لعيبه يعني لاعب فيهم الواحد ممكن يكون بنص فرقه عندنا، لكن برضو ادوا اعذار ان الفريق المنافس مش هو او يعني ما كانش في افضل حالاته، ان هو السبب في نجاح النادي الاهلي، مش فكره ان النادي الاهلي يستحق الفوز ولعب لعب كويس. برضو التحليلات الغريبه دي بتشوفها ازاي؟ بص يشوفوها زي ما يشوفوها، يقولوا زي ما يقولوا هو والله صح. بمناسبه عشان نتكلم بمنطق، المباراه كانت هتنقلب راسا على عقب في لحظه تصدي او قبل تصدي شنو ركله الجزاء. لو كان الهدف ده تم التعادل في الدقائق الاخيره من الشوط الاول كنت هتلاقي مباراه غير في الشوط الثاني ممكن، والاهلي كان عنده عيب خطير في الشوط الاول، هو سلسله اهدار الفرص، المسلسل الذي لا ينتهي في النادي الاهلي من ايام موسيماني بالمناسبه، واللي حاول يعالجه كولر ان انا ازاي انهي الهجمه بشكل محترم صحيح. طليق بكره القدم قبل ان طليق بالنادي الاهلي، فكان عندنا ازمه، بيرسي تاو راح ينفرد بيضيع، كهربا بيضيع، ايه يا جماعه الحكايه؟ ده انت كان عندك اكثر من هجمه مرتده في الشوط الاول، تجيب واحد واثنين وثلاثه خلص على الفريق ده صحيح. خلص يا جماعه روح نص النهائي وانت مستريح، لقيت نفسك بتضيع، جت ركله الجزاء يشاء
ربنا سبحانه وتعالى ان الشناوي يتصدى لهذه الركله وتبقى ثاني ركله ليه في مونديال عام الانديه بعد ما تصدى ليه ريال مدريد في مودريتش. برافو عليك يا كريم، انت مذاكر. احنا قلنا كمان الخبر ده من اول من شويه. وكان رائع طبعا الشناوي السنه دي، نفس القصه، كانت المباراه هتنقلب. الاهلي في الشوط الثاني كان غير ليه؟ لان هو استفاد من الهجمات المرتده وكان بينهي الهجمات بشكل محترم. كهربا نهى بشكل محترم، حسين الشحات نهى بشكل محترم، امام عاشور نهى بشكل محترم. لقيت نفسك قادر انك انت تحرز هدف والتاني، وضيعت كمان بالمناسبه، انت كان ممكن تطلع 4-5 في المباراه دي، جاتلك فرص سهله جدا. لكن في النهايه اللي عايز يقول الاهلي هو في النهايه بعبع افريقيا. بنزيما نفسه طلع قال احنا كان نفسنا وكان في امال وكنا عاوزين وكذا وكذا وكذا. الراجل خد 3 كاس عالم للانديه مع ريال مدريد، وقع مع اتحاد جده، قال لك انا رايح فين؟ ده انا مغلوب 3 من مين؟ من النادي الاهلي. لا والتصدي كمان للكوره بتاعته للشناوي. طبعا 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 هو احرز هدف عشان بس الراجل يعني مسيرته والتاريخ ويبقى برضه على ماء الوجه، زي فضل على ماء الوجه. ولكن في النهايه النادي الاهلي كبير بالاداء اللي لعبه في الملعب، بالمجهود المبذول من اللاعبين في الملعب، بالنتيجه الكبيره انك تكسب اتحاد جده في عقر داره 3، ما كانش حد يحلم. يعني اكثر المتفائلين ولا اكثر المتشائمين في السعوديه او اللي بيشجعوا اتحاد جده ان هو يتوقع ان الاهلي يفوز بهذا الشكل. ودي كانت باينه في النبره اللي كانوا بيتكلموا بيها سواء وسائل الاعلام او حتى الجماهير في المملكه. طيب في حاجتين محتاجين نعرف رؤيتك لمرجعيتهم ايه او لاسبابهم ايه. واحده منهم التفصيل اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها من شويه، فكره اهدار الفرص. في ناس بترجع هذا الامر لعدم وجود مهاجم صريح بالرغم من وجود اكتر من اسم واكتر من لاعب، هنقول مجازا الواحد منهم قائم باعمال المهاجم الصريح لغايه لما نجيب قائم باعمال حلو يعني مثلا انجاز التعبير، واخد بالك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الروح اللي دايما، ودي بقى شبه يعني راكور شبه ثابت معانا دايما، ان في الاوقات اللي فيها يعني شبه تعجيز للعيبه هو دي تحديدا الاوقات اللي اللعيبه بيبهروا بيها الكل. الماتشات الاصعب على الاطلاق في البطولات الاصعب على الاطلاق هي اللي المباريات والبطولات اللي لعيبه النادي الاهلي فيها بيبهروا الكل. ايه سبب الحكايه دي؟ لا، سبب الحكايه هو اللاعب المصري. اللاعب المصري بالمناسبه سواء على مستوى منتخب مصر اللي هو بيبقى 60% منه لعيبه النادي الاهلي برضه عشان نبقى منطقيين، ويقيس على النادي الاهلي دايما في اللحظات الصعبه جدا بتظهر شخصيه اللاعب المصري. ده حصل في كاس الامم الافريقيه مرتين ورا بعض في 2017 والنسخه الاخيره، انك بتصل للنهائي ولكن بتخسر سواء كان بفعل فاعل او عن طريق او سوء الحظ او ايا كان السبب. ولكن بتلاقي نفسك برضه في النهايه النادي الاهلي دايما بتخرج من عنق الزجاجه، دايما الاهلي في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات واللي قبله كان صعب جدا، وكانت البطولتين الاحلى في مشوارك انك بتاخدهم وبتصل لكاس العالم للانديه، فدايما بتظهر شخصيه اللاعب المصري خاصه النادي الاهلي في اللحظات الصعبه. ده بيحصل يا جماعه، فبتلاقي الاهلي بتشوفه في دوري ابطال افريقيا بشكل محترم، بتشوفه في كاس عالم الانديه بيكسب احترام العالم، حتى لما خرج وخد رابع السنه اللي فاتت وقدر ان هو يصل لي امام ريال مدريد رغم الخساره بهذا الكم من الاهداف، ولكن كان في احترام من الخصم واحترام من صحف العالم حتى في اسبانيا بعد انتهاء مباراه الاهلي وريال مدريد. فالاهلي بيظهر بهذا الشكل. الاهلي اللعيبه احتقنت بشكل غير طبيعي، كان في حتى احتقان من اول كولر لحد اصغر لاعب. موجود الانتقادات زادت، بيرسي تاو طلع في تصريحات قبل المباراه قال احنا الفريق ما تراجعش قوي، التراجع اللي احنا بنسمعه منكم مش بالشكل ده. كهربا طلع قال احنا الاهلي نخوف اي حد وما بنخافش من اي حد. اللعيبه بدات تثق في نفسها كويس جدا، عارفه انها بتلعب باسم النادي الاهلي بشكل محترم جدا، معاهم مدير فني كبير. انا شايف ان كولر يقدر يكتب تاريخ مع الاهلي لنفسه بالمناسبه باللي بيعمله من الموسم اللي فات حتى هذه اللحظه. فالكل قدر، ده شفته داخل الملعب بشكل محترم. مباراة بكرة هو المحك مش الرئيسي بقى، ده هو المحك الأخير، لأن أنا شايف إن الأهلي السنة دي على أعتاب إن هو يحقق مفاجأة أمام العالم. ده بجد يعني مش تفاؤل مني زيادة. الزجاجة بقى طبعا دي ده مش تفاؤل مني زيادة، هو الزجاجة نفسها. هو الزجاجة نفسها الكل طبعا هو الزجاجة نفسها دي حقيقة، لأن كل صحيح لأن اللي بعد كده بقى مش مهم، خلي بالك. لا خلاص لا مهم على فكرة، وعايز أقول لك إنك هتقدر تعمل مفاجأة أمام مانشستر سيتي. الناس متخيلة إن خلاص أنت ممكن إنك أنت تقع بكرة أو إنك أنت تفوز بس بكرة ليه على فكرة. هو كفريق برضو
يعني مش عارف فلومينينسي هو نطقه غريب شويه بس هو لو رجعت للارقام بتاعته على فكره ارقامه ضعيفه جدا يعني ضعيفه جدا الدوري اربع مرات الدوري. حاجات زي كده يعني هو مش القوه يعني اللي تقلقني بصراحه يعني الناس عشان تبقى عارفه هو تقريبا يعني انشاء 1902 هو قديم شويه خد اربعه دوري كان بدايته 1970 طب اتفضل اخر شوف احنا بقى اربعه لقصاد لا اربعه احنا 44 دوري مش عارف انا بدأ ما بقتش احسب من 10 سنين يظل برضه يمثل كره القدم البرازيليه طبعا في هذا طبعا ولكن على مستوى هذا الفريق هو ما هوش البابا يا جماعه مش بوكا جونيور ما هو لا ما هوش هو اسم كبير اقوى من الاتحاد جده هو اقوى طبعا هو اقوى على مستوى الكره البرازيليه والكره طبعا. السعوديه مش عايزين يبقى فيه هي مش كره سعوديه قوي برضه اتحاد جده لان هي ثلاث ارباعهم مش كره سعوديه خلاص القصه بقت اجانب كلها والقصه بقت احتراف قصه بقت فلوس فلا القصص لذلك انتصار النادي الاهلي كان عظيم انك انت بتنتصر على مليارات الدولارات بزر. انك انت بتنتصر على فكره وثقافه احتراف بقت غريبه الشكل وبقت مصنوعه بشكل مستفز هناك في الدوري السعودي فالاهلي فاز وخد مكاسب كثيره جدا الكل شافها بالظبط غربله في اتحاد جده عايز اقول لكم بعد اللي حصل اتهامات كثيره جدا للاعبين بالتقصير اتهامات للمدير الفني حط لنا يا مدرب اتحاد جده قايمه باللاعبين اللي لازم ترحل حط لنا قايمه بالصفقات الجديده لازم نجيبها الناس عايزه تحل الاهلي عمل لهم غربله عمل لهم زلزال في اتحاد جده وده حصل لان بان ان عندك ثغرات كثيره جدا أكيد. الاهلي فعلا كشف عورات اتحاد جده ده حقيقه احنا عايزين كمان قبل ما ننهي عشان الوقت بيجري عايزين نروح لقطة حلوة قوي أكيد تبعتها فكرة برضو كابتن محمود الخطيب وقلنا الكلام ده في الانترو أنا وكريم يعني مش كل مرة أو المرات القليلة جدا اللي بيحرص إن هو أو بينزل للعيبة أوضة اللبس لأن بيحترم يعني الخصوصية وغيره ليه أسبابه بس المشهد اللي احنا شايفينه ده مشهد جميل جدا قصة إن هو تحس سعيد من قلبه فرحان جدا بيهم فخور بيهم نزل لغاية عندهم أوضة اللبس واتكلم معاهم فرق بشكل كبير ودفعة معنوية حلوة جدا ومشهد تاني هرجع أقول مش متكرر بس حلو إنك تشوفه بص عايز أقول لك حاجة كابتن محمود الخطيب قبل ما يكون رئيس نادي هو مش عايز أقول من أفضل اللاعبين في مصر هو أفضل لاعب في تاريخ مصر كابتن محمود الخطيب حدث ولا حرج مش أحد أساطير هو أسطورة كرة القدم المصرية مع احترامي لكافة الأسماء الكبيرة قبل وبعد كابتن محمود الخطيب ولكن كابتن خطيب يعي تماما يعني إيه أنا لاعب أحتاج إن أنا لما اكون موجود في اوضه اللبس في مثل هذا التوقيت الصعب انا كمارسل كولر بص المشهد وهو حاط ايده على مارسل كولر هذا الرجل اللي ايده هو عليه بيقول له انا بثق في قدراتك صحيح. ما تبصش للي بيتقال عليك ما تسمعش للكلام اللي بيثار في الاعلام ركز مع فرقتك انت مدرب كبير وخلفك نادي كبير واخد 5 بطولات كمل فطبعا هنا مشهد بيقول بيحكي عن صحيح. عن نفسه بيتكلم. صحيح. بيقول هو بيقول ايه في نفس الوقت اللاعبين لاعب زي كهربا محتاج يشوف كابتن محمود الخطيب لاعب زي حسين الشحات محتاج يشوف كابتن محمود الخطيب ده بيؤدي لثقة اللاعبين في انفسهم وانا قلتها لما شفت الاهلي في الشوط ما بين الشوطين قلت كابتن محمود الخطيب في هذا التوقيت الصعب انا راهنت وهو فرغ على المباراه هينزل لهم ما بين الشوطين لازم يخش لهم اوضه اللبس ما بين الشوطين صحيح. عشان يقول للاعبين خلصوا على اتحاد جده في الشوط الثاني انتوا على ابواب نص النهائي خلاص واحنا صحيح. بدورنا على ابواب نهايه الحلقه يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معانا النهارده شكرا جزيلا نورتنا قبل ما اقفل معاكم عايز اطمن الناس مانشستر سيتي مش في احسن حالاته عدي مباراه غدا السيتي رابع الدوري السيتي متعادل اخر 3 مباريات على ملعبه توتنهام وليفربول ونيوكاسل في اخر دقيقه واول مره مع جوارديولا من 2016 بالمناسبه الاهلي لازم يستغل الظروف السهله دي الاهلي لازم يكون على قد المسؤوليه وان شاء الله اذا جمعتنا الظروف هنحتفل ونبارك النادي يا رب يا استاذ سامح من قلبنا بندعيها شكرا ليك جدا على وجودك معنا شكرا لمتابعتنا انا وكريم النهارده ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده وبالتوفيق باذن الله للنادي الاهلي فيما هو قادم مع السلامه